السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله عطلة سعيدة علينا وعليكم. أخوكم رائد من مدينة السكون. جولة جديدة ويوم جديد إن شاء الله. منطقة يور جوردن، منطقة حديقة الطيور، حديقة الحيوان، الحديقة اللي يكثر فيها السواح في مدينة ستوكهولم. يعني اليوم حبيت يعني تكون الزيارة قريبة مش بعيدة كتير، واشتقت لهاي المنطقة. منطقة جميلة ورائعة، فيها كل شيء، فيها متاحف، فيها مطاعم، فيها بحيرات، فيها أشياء كتير جميلة جدا، ومن المناطق المرتبة كتير، يعني يقصدها آلاف السواح. طبعا باستثناء كورونا حاليا أعداد بسيطة مقارنة بالسنوات الماضية. هلا شوي بناخذكم جولة وبنتمشى وبنحكي شوي شوي، بس أهم شيء نشوف الصوت والصورة، لأنه في هواء، في رياح، وهي العالم تتجول، والناس سبحان الله بس تشوف لها شوية شمس تلاقيها بسطت وقعدت على الأرض وجابت لها وجبة هيك على السريع وبلشت تاكل. فرجيكم شوي هيك. هون في عنا متحف قريب منا، هلا بنروح. الخضار، الجو سبحان الله، يعني الجو متقلب بالسويد. يا ريت بس تكتبوا لنا من وين بتتابعونا، واذا الصوت والصوره واضحه، عشان نعملكم جوله ونتمشى ونحكي لنا هيك بموضوع ندردش شوي فيه. ان شاء الله في هالليالي المباركه ممكن نتكلم على شوي هيك عن التوبه، لأنه في أمور كثيرة بيقدر الإنسان يعني يحاول يقررها في هذا الشهر المبارك. تعرفوا احنا البشر يعني لابد أنه احنا نعصي، فالمعصية واردة، احنا مش ملائكة. فهذا شهر التوبة وشهر المغفرة، بالإضافة للعبادة. وأهم شيء في العبادة التوبة، أنه الإنسان فينا يقرر في هذا الشهر المبارك أنه يتوب. بس اتمنى انه يكون في شوي هيك تكونوا فاعلين في البث، عشان يعني يصل البث لعدد اكبر. وان شاء الله هلا نفاجئكم معالم حلوه واشياء حلوه هون في المنطقه. يعني المنطقه مو بعيده، المنطقه من وسط العاصمه في تفار بنا يمكن 10 دقائق، بس المنطقه ضخمه جدا وكبيره جدا، يعني بدك تمشيها مشي بدك ساعات. فانا اجيت لاخرها، هلا بنلف وبنرجع رجوع وبنشوف قد ايه باخذ معنا وقت وكيف الوضع وكيف التفاعل. فحسب التفاعل بنشوف كيف الامور وبنحكي وبنسولف مع بعض. شكرا شكرا عز الدين، بارك الله فيك حبيبي، الله يسعدك. ارجيكم شوي. طبعا زي ما حكيت لكم، هاي المنطقه بقصدوها السواح اكثر شيء. هون بتشوف سواح وسويديين كمان، سواح يعني سويديين بيجوا كمان من مختلف الدول. اهلا وسهلا من ليبيا. هاي هون التماثيل، اشكال والوان، في متاحف حوالينا، كيف ما بتدور في متاحف. يعني بتقدر تقول هاي منطقة مساحة خضراء ضخمة جدا، كل اشي فيها يعني معزولة عن السيارات وعن الحركة وعن كل اشي. بحيرات، مطاعم، متاحف، كل شيء. يعني مدينة بتقدر تقول زي كنا مدينة داخل مدينة ستوكهولم متكاملة. كم سمكة؟ والله ما عديناهم بالضبط، بس يعني ممكن فوق 10 بشوي، 10.5. والله البحيرة اللي رحناها ما شاء الله معبية سمك، يعني للشاطر كانوا في ناس ما شاء الله عبوا أعداد كبيرة. فيعني بدهاش كتير كتير شطارة، بس يعني أنا كمبتدئ يعني ممكن طلعنا لنا 10. أهلا وسهلا، مرحبا فلسطين، أهلا وسهلا خديجة ستوكهولم، كل التقدير والاحترام. طبعا منطقة معروفة للي ساكنين في مدينة ستوكهولم، وفي ناس ما بعرفوش شيء، في ناس بس أكل شاربة نامة، ما بتحركوا كتير، ما بطلعوا، ما بتمشوا. تشوف الرياضيين هون اللي على البسكليتات، بتشوف الناس اللي طالعة
تعمل زيارات للمتاحف، تأخذ أطفالها، تلاقي الأطفال في كل مكان. هلا بنفرجيكم هيك المنطقة من مرتفع، بنفرجيكم المكان تمام. صحتين صحتين حبيبي. يا إخواني الكرام، يعني احنا مقررين ان شاء الله باذن الله اذا رب العالمين اعطانا الصحه يعني نحاول نلف كل ستوكهولم. ترى ستوكهولم كبيره مو صغيره، يعني هو عدد السكان قليل بس المدينه ما شاء الله يعني فيها بحيرات كتير وفيها مناطق كثيره. كل منطقه يعني هسه بدك تلف هاي المنطقه بدك ممكن ساعتين مشي اذا بدك تلفها مضبوط اقل شيء. هلا بنفرجيكم هون الاشياء الحلوه، فان شاء الله هيك يعني راح نفرجيكم ستوكهولم وانتو عن بعد تاخذوا صوره كامله عن مدينه ستوكهولم. يعني احنا نزلنا فيديوهات كثيره في المباشر القديم، الجو والله حلو، فاحنا نزلنا فيديوهات كثيره كثيره جدا. اللي بتابع برجع المباشر القديم ممكن هذا كمان المكان اللي صورته زمان، بس تعرفوا حسب الأحوال الجوية. يعني زمان ممكن كان الجو مختلف عن هلأ. خلينا نفرجيكم هالتمثال وبعدين ننزل هنا نفرجيكم هالأماكن الحلوة والورود والشغلات هاي الحلوة. حبيبي محمد صبح، يسعد مساك يا رب، إن شاء الله رمضان مبارك علينا وعليك. من زمان أيامك وين، أيامك وين يا غايب على العين. حبينا نعملكم جولة هيك، يعني احنا لسه الغيوم تعرفوا هنا الغيوم بأي وقت ممكن تمطر، بس تعودنا يعني على الجو، الجو حلو والله. حبيبي يا اخوي محمد، ان شاء الله بعد رمضان نحاول هيك نتلاقى ان شاء الله باذن الله. هاي الورد الاصفر لجماعة الغيورين، ولا بقول لك هذا الورد الاصفر غيري وما غيري والقصص هاي. شوف هالجمال كيف مع سبحان الله، سبحان الخالق مع السماء والغيوم، طبيعة مذهلة سبحانك يا رب. ما حتى مثيل أشكال وألوان وين ما تروح. حبيبي القلب الله يسعدك يا رب. أنا بفرجيكم أشياء، بواخر، سفن، ورود. هنا المنطقة ما شاء الله جميلة كثير. هنا يعني بتقدروا تقولوا فيش يعني السواح اللي بيجوا على السويد لازم يجوا هون. بس أنا عادة بحاول أبعد لأنه هاي المناطق زرتها زمان بس الواحد بيشتاق. بس هاي الأماكن اللي مفكر يجي على ستوكهولم أو اللي عايش بالسويد يعني حرام لازم يجي يشوفها. هاي المناطق لازم اللي عايشين في السويد لازم يجي يشوفوها. حبيبي إسلام سيلفي والدرج خلفي، خلاص صورنا أنت سيلفي، إحنا هسه بنصور المباشر. رمضان ونحكي عن شهر المغفرة وشهر التوبة. طبعا موضوع التوبة في ناس بكونوا ناسيينها بشهر رمضان، يعني اوكي بكون بصلي وبقرأ قرآن وشغلات كثيرة، بس بقول لك والله هذا الرجل ما بديش اسامحه، او ابني او بنتي او صديقي ما بدي اسامحه. حلو تطلع من شهر رمضان وانت لساتك في قلبك في 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 قلبك غل على احد، او حتى تسامح نفسك. في ناس حتى انفسهم ما بيسامحوها. بفطر التمثال. طيب خلص بعدنا عن فنفرجيك الوردات هذول. فاحنا اليوم شوي هيك بنحكي عن التوبة ونفرجيكم هالمناظر، وحكينا لكم احنا في منطقة يعني يور جوردن. طبعا منطقة ممتدة كل جهة لها اسم. يعني انا عادة بفتح جوجل الخريطة ومن خلالها الواحد بيقدر يعرف المسميات بالضبط، لأنه كل جهة لها مسمى خاص. بس ما أعرفش الصوت إن شاء الله واضح لأنه في والله هوا، في هوا لأنه جاي شوي. المنطقة مرتفعة هون، هلا بننزل تحت نتمشى. كان شديت أر فورشتاكونغ بو ديت ليف لايف سونتو كور ديت ناي ناي دي أنت فشتاكونغ يا هار يا ريورت لينغاسين لينغاسين يا فارهار فوتري غونغر. يعني كنت انا هون مرتين ثلاث قبل هاي المره وعملت لايف، بس قديم البث قديم.
السواح من كل مكان. الله يسعدكم يا رب. شوف هالورد يعني كله بدخل السرور على قلب الإنسان. الورود وين ما تروح. أوه زاد الهواء، زاد الهواء. لا نزل تحت ارنطر تحت حسن. الهواء هوايا يا رب إن شاء الله. الهواء ولا بهدى في السويد سبحان الله، بتهدى لك شوي بتكيف تقول إشي غريب عجيب سبحان الله سبحان الله. جند من جنود الله، الهواء الرياح الأمطار الغيوم سبحانك يا رب. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحان الله العظيم. شوف لي يا أخي والله الواحد بقول يعني إذا نعيم الدنيا هيك كيف الآخرة؟ إذا نعيم الدنيا في الدنيا في زي هيك خضار وفي زي هيك طبيعة، فما بالك الآخرة. عشان هيك الواحد لازم ما يضيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يعني كل هذا رب العالمين بيقول لك عرض من الدنيا قليل، كل هالجمال وإشي بسيط عند رب العالمين، فما بالك الآخرة. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني لما الإنسان يشوف هالجمال سبحان الله دائما بتبادر عليه الجنة ونعيم الجنة، ودائما بتلاقيه بيسبح بس يشوف هالورود وهالأشكال هاي وهالمناظر اللي حواليه سبحان الله. كل شيء حلو، يا حلو حظي حلو. فهذا ألا يستدعي انه احنا نتوب الى رب العالمين؟ وبعدين في ناس عجبني الدكتور محمد خير الشعال قال في اعتقاد عند بعض الناس انه الناس اللي بتصلي او الناس الملتزمة يعني مش مستمتعة بحياتها. قال يعني انتم بتفكروا انه اللي بيصلي بيضحكش، او اللي بيصلي بروحش على المسبح وبسبح، او اللي بيصلي بيطلعش بتمشى وبيغير جو وبيلعبش رياضة. هذا اعتقاد يعني خاطئ. اللي بيصلي بيطلع وبيفرح وبيشارك وبكون مطمئن القلب وبيلعب رياضة، هذا الانسان اللي فاهم الدين صح كمان، وبيستمتع في كل وردة وبيستمتع في كل ضحكة وبكون صادق في معاملاته وبكون نظيف وبكون محترم وبشكر رب العالمين دائما عنده كلمة الشكر الحمد لله. شوف لي هالهوى كيف سبحان الله. الحمد لله والله شكرا للسويد وشكرا للدول هاي المنظمة والنظيفة والمرتبة اللي قدرت انه هي تبني نفسها. 10 مليون بس يعني ما شاء الله عملوا أشياء عجزت عنها مئات الملايين. شوف هالجمال، التماثيل وين كل مكان، الخضار، الطبيعة، التنسيق، حتى لو شخص واحد بيجي كل شيء مرتب، حتى لو شخص واحد بيركب القطار أو الباص، الباص بتحرك لأنه في نظام، في نظام، في سيستم. مش للأسف يعني بعض الدول ما عندها النظام، عشان هيك في فشل، في لف ودوران. فإن شاء الله ربنا يمتعنا في أبصارنا في هاي الحياة، ومتعنا في أجسادنا وجوارحنا. فرجيكم هالسفن، احنا قريبين على ميناء الفيكنج لاين وبركة، سفينة بركة اللي بتطلع على الجزر سبحان الله. والله لو بيدينا لنطلع كل العالم، والله ما بيدينا يا اخوة الكريم، يا ريت بيدينا كان استفدنا كمان احنا، كان استفدنا والله يا ريت. قوانين نوعا ما يعني كل واحد اعلم بحاله وكل واحد حسب بلده، يعني الامور مو سهلة بس ما في شيء مستحيل. واكثر الناس يعني انا بفضل اكثر طرق المنح، منح الدراسية. اوروبا كثير في دول تدخل هسا اكتب سكولرشيب تلاقي 100 منحة في، مش بس السويد، في ألمانيا، في هولندا. بس بدك تكون إنسان عندك خبرات، عندك مهارات، يعني ما بأخذ أي واحد بس برضه بيستفيدوا.
الحمد لله والشكر لله، هاي الهواء طيرنا، ما بعرف الهواء واصلكو، هواء قوي جدا سبحان الله، يعني منظر تقول انك على شرفة قصر، عاملين اشياء حلوة اكيد طبعا. البلد اللي ما فيها نظام شرطة، البلد اللي ما فيها سيستم ينتشر فيها الفساد، ينتشر فيها الرشوة، كما ذكر الدكتور صلاح الراشد، قال لك بدك تعرف نظام فاسد، اعرف من خلال انه المعاملات بتطول وما في نظام كمبيوتري او نظام رقمي، فبتلاقي في ناس مستفيدة من وراء هاي الشوشة، وفي ناس عايشة من القصص هاي على الحدود داخل الدول. بشوف هون كل شيء، الورود منظمة، الأشجار منظمة، حتى السفن منظمة. طلع أنا قربت أطير منها، الحمد لله على كل حال. في جامعات، في جامعات بنزلوا كل سنة، بنزلوا تبع موقع سويد الرسمي ar.sweden، عادة هو بنزل، أو study in sweden study.se، ادخل على جوجل اكتب study.se شوف ابحث. بس فيه شروط، يعني في شروط مش بس السويد، يعني ممكن تلاقي ألمانيا، ممكن تلاقي هولندا، ممكن تلاقي أي بلد، بس كل بلد لها شروط معينة. جوجل حبيبي يا ورد، هاك بيور جوردن يا ورد، قريبة خلاص، ما رحنا على المكان هذاك البعيد شوي اليوم يا سلام، اشتقت للمنطقة هاي، قلت خلاص بدي شبعد اليوم كتير. هاي قريبة هون بيور جوردن، خلينا ننزل لتحت واضح. اخي بدناش نتهم ولا بلد ولا حدا ولا شيء، كل واحد عارف نفسه، خلينا من النقد والتوجه، خلينا هيك ما نتامل هالطبيعه ونشكر رب العالمين والله يهدينا، بعد عنا الانظمه الفاسده وخلي بلادنا هيك خضره وحلوه، ونستفيد من شهر رمضان التوبه واحترام الاخرين والعطاء والمساعدة، وأهمش التوبة، التوبة التوبة مش بس زي ما حكيت لكم عن الآخرين، كمان عن النفس. أنت التوب، أنت إذا بترتكب معاصي معينة زي اللي إجا اللي قتل 99 واحد وإجا بدي يتوب، إجا لرجل عابد قال له أنا قتلت 99، قال له أنت مالك توبة، يعني التوبة عند رب العالمين ما بنعرف إحنا، إجا قتل وكمل عليه على 100، بعدين راح عند رجل حكيم بتوقع قال له أنا قتلت 100 نفس، قال لي توبة، قال له ومن يحول بينك وبين الله، تبعتك تطلع من المكان اللي انت فيه، فهو ماشي بالطريق للبلدة الثانية توفى، بعدين اجت الملائكة مش عارفة هي تاخذوه على الجنة ياخذوه على النار ياخذوه، فاختصموا. فسبحان الله بقول لك انه يعني في حسب الحديث او حسب الرواية وحسب القصة انه رب العالمين مد الارض الصالحة، فانه كان من اهل الجنة. فاهم شيء الانسان تكون توبته صادقة، واحنا هيك بدنا نتوب، بدنا نتوب على الغيبة والنميمة والرشاوي وكلام عن الناس، عشان هيك الأرض تخضر والدنيا تخضر والطبيعة شوف هالجمال. يعني الواحد والله ما مجمع 100,000 نوع ورد، سبحانك يا رب، سبحان الله حبيبي والله. هاي سليتكم هاي بشهر رمضان، هاي عندكم حجر صحي، عملت لكم بث مباشر إن شاء الله ربنا هيك، إن شاء الله نجتمع في جنة الدنيا والآخرة بإذن الله.
ادعوا دائما، ادعوا لنفسك وللآخرين دائما بالخير، ما دام داعي وداعي ومغلب نفسك ادعي بالخير، ادعي ممكن تطلع لك وردة حمراء، وردة خضراء. شوف لي هالورد هذا قد ايه حلو، بالله عليك لما تتفرج على الورد هذا لحالك مخك بصير يقول لك سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شوف لي هالورد، سبحان المبدع كيف هالتركيب هالتصميم، ما بتعرف. طلع واحدة لونها صفرة، واحدة لونها خضراء، واحدة نازلة، طلع هالورود، يعني سبحان الخالق. بس بدك ضلك تمشي وتسبح وتذكر رب العالمين. هذا بالطرق، شوف كيف يعني لوين احترام الإنسان، هذا من باب احترام الإنسان. هذا من الناس اللي بتسأل الضريبة تبعتنا وين بتروح، بتروح على الشغلات اللي زي هيك. هاي عاملين لك ورود وعاملين لك طرق وعاملين لك شوارع، هذه الضريبة اللي بتدفعها. احكي لي عنا في شوارعنا في ورود هناك حتى ندفع ضريبة. شوف لي هالورود أشكال وألوان، سبحان الله العظيم. خلنا ناخذكم عند المي، والله يا اخواني الكرام سبحان الله، تقول المي بتجذب الواحد جذب هيك سبحان الله، كل الطاقة فيها. يعني بحب الاماكن انا اللي بتكثر فيها المي، وين في مي بتلاقوني موجود. ما بعرف اروح على مكان ما يكون في مي. شوفوا لها الورد هذا، والله ما انت عارف سبحان الله، فوق وتحت هذا الورد، طلعوا كيف هون، طلع هذا لتحت جاي، هذا نزول غريب عجيب. هذا الورد في منه فوقاني في منه تحتاني، يعني غريب. طلع هون، وين ما تروح عالم هون الناس. كل شوي بتمشي بتلاقي لك اشي جديد، تنوع تنوع. الريحة انتو كمان مش وصلتكم الريحة، لازم نبعتلكم ريحة. خلاص بس تفتح الدي اتشيل ببعتلكم علب عطور. بس مين بتابعنا من ستوكهولم، مين زار هاي في مدينة ستوكهولم اللي عايشين، او اللي عايش في السويد، هل انت زرت هاي المناطق حبيبي ابوارد؟ شو شكلك مو جاي هون ابوارد، انت شغال على التاكسي مالك دخل طول النهار تلفلف حبيبي يا برد. ها وين هاي، هاي هي. السلام عليكم ورحمة الله. ها هاي هاي قريبة يا برد، والله قريبة. هاي هاي يا معلم يور جوردن، بس آخرها بتفربنا، بلك ماشي للأخير بتلاقي حالك هون، بتلاقي حالك عند الميات وعند الهاي. هاي المي هون، خل فرجيكم الورد يا عمي، مش ضابط الكاميرا علي كله شمس حبيبي. والله شكرا شكرا لكم، والله عراسي. خلاص دا اشتغلكم دليل سياحي انا بستوكهولم يا عمي، انا دا اشتغل دليل سياحي، دا غير شغلي خلاص. انا كنت شغال مرشد طلابي واخذت كورسات في اللايف كوتشينج في مدرب الحياة، وبس بحب شغلة السياحة. اشتغلت بالسعودية في شركة سياحة وسفر، اشتغلت في السعودية في وكالة الطيار العالمية للسياحة والسفر، شيء حلو. فأنا بحب السياحة كتير. لين شوبينج حبيبي قلبي، الله يسعدك. شوف لها الورد، والله الواحد ما عارف كيف يصور، إشي كله أحلى من بعضه. قلنا نفرجيكم المي من هون كيف المنظر. يا تفنت very beautiful yes. هلا احكولي هذا جوري ولا مش جوري. هذا انا مش شاطر بانواع الورد، اللي شاطر يحكينا. كيرخن استاد اهلا وسهلا حبيبي اخوي محمد خليل. شوفوا لي هالوردات هذول، ولا هذا شو هذا،
يعني تقول سبحان الله مصفطين هيك، تقول كيف بدنا نروح على السويد؟ والله يا اخي الكريم هلا هذا السؤال كل يومي، هذا شكله هذا بدك تدور في البثات تبعتنا القديمه وضلك تشوف الموضوع. هلا خلينا نركز بالورد، حكينا والله كل مره بنحكي بالموضوع، ان شاء الله ربنا ييسر الامور وتروحوا، بس يهدى الكورونا ومرونا ونشوف شو بعديها شو بتصير الامور، وشو في قوانين جديده بنحكي بالموضوع. هلا ما في شيء واضح، ما في شيء واضح، الرؤيه غير واضحه هسه، فاذا الرؤيه غير واضحه ما بنصح حدا يتحرك من مكانه. هاي اسمها ايش؟ زنبيقه. ايش زنبيقه؟ ايوه حلو، ايوه اسعفونا في الاسماء والمسميات. يعني هون بس تيجي وقول لواحد صباح الورد فعلا مزبوط. خلص هسه خلينا نمشيكم ونفرجيكم. اي والله فوق في كمان ورد كثير، العالم كله فوق. هنفرجيكم هالسفينة هاي. الحق يلا، مين بيلحق هالسفينة؟ يلا هاي ضربوا، لا ما ضربوا. كله نظام، كله سيستم، سبحان الله. بس بدنا نطلعكم كمان على ورد، بس هناك على الساكت بدي اقعد اشتغل لانه في ناس كثير. فرجيكم فوق ورد نوع ثاني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحانك يا ربي. طبعا على ما اذكر هذا المبنى اللي امامنا كان زمان سجن، هيك كانوا يحكون. مش هذا، لا هذاك، يمكن هذاك المبنى، هذاك بدناش نخربط. ايوه هذاك، وسمعت انه حولوه لفندق، هيك اللي سمعت، ما بعرف. شوف هاي المبنى بذكرك بمبنى الساحرة، هاي المبنى قصور. هسا بدنا ناخذكم فوق هيك شوي نفرجيكم شو في فوق. بس والله شكله العالم فوق ما بعرف وين بتصلي ولا شو بتسوي. نصغر الصورة نطلع لفوق. هلا هاي عندي جزيرة اللي قبال سلوسن. قريب مظبوط كلامك. بس هاي من الجوه والجوه الداخليه كويس. هاي عمر عرف المنطقه. هلا جماعه ايش راح احكي كثير، انا اشوف المكان هذا لانه في ناس كثير. خلينا نشوف نتامل اشوف شو في هون. سبحان الله العظيم. خلا ورد ليوم الورد. هذا شو الورد؟
سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. ما في دليل سياحي ورانا. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان ربي الأعلى، سبحان الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان الله. والله بحاول اوصلكم الريحة بس مو ظابط. يعني دخلنا التلفون جوات الوردات، قلنا يمكن يوصلكم شوية ريحة. ها ها، هاي صارت تنبض، هاي الوردة صارت تنبض وتقولكم I love you. سبحان الله، كل شيء مرتب، كل شيء على الديكور، على الكيتيكيت، على التيكيتيك. مظبوط اخوي عمر، مظبوط. هاي قريبة يعني من هاي، بسموها المنطقة المقابلة اسمها لندن فيادوكتين، قريبة على الفيكنج لاين. هناك كنا نشتغل اول ما اشتغلنا، فاحنا كنا على القريبين على المنطقة هاي. طبعا بيجي جايد، بيجي دليل سياحي، جروبات بتيجي تعرفوا، منظمين سبحان الله، بفهموهم كل شيء. طبعا احنا هسه بنتفرج بس احنا مش فاهمين شو هاي المكان وشو المنطقة يعني بالضبط والتفاصيل. هاي عمك كارلز ميلز عام 1875 1955. شوف لي الوردة هاي، الصورة واضحة، البث واضح، شاعر انه في شيء زي كأنه موقف، كل شيء ماشي تمام. طمنونا بس يا اخوان الكرام، الاشعارات ما بتوصل قاعدة، بس طمنونا انه الصورة ماشية، الصوت ماشي، كل شيء ماشي تمام. اكتبونا بالتعليقات رجاء عشان نعرف، لانه شاعر انه الصورة يمكن وقفت من عندكم. اكتبونا كل شيء تمام، بيرفكتو، ممتاز. يلا عشان اللي بفكر يجي سياحة على ستوكهولم نعمل له جولة. جولة حول الدولة. شكلها خلص راح اقلب الصفحة، انا جولة صفحة سياحية. خلص بكفي اخبار، هاي عندك الكومبس وعندك المواقع الثانية كلها اخبار اخبار، احنا نحاول نقلبها سياحية اجتماعية إيجابية. كفي الناس إحباط، أخبار أخبار أخبار، تعبنا. خلينا نعيش إشي تاني، خلينا نعيش في عالم مختلف نوعا ما. تعبت الناس من الأخبار، هو في أخبار كويسة، نفسك تلاقي أخبار كويسة، نفسك تسمع لك خبر هيك يشرح قلبك، يقول لك والله العالم يمر بلحظات سعيدة، والعالم سوف يكون يزداد أكثر غنى، والمستقبل سوف يكون أكثر إشراق. يا ريت هيك نسمع أخبار، خلي الواحد ينام يرتاح، ما بتسمع لك إلا أمراض، ثورات، زلازل، براكين، صح ولا لا؟ شايف ما حدا كتب ولا إشي عشان أعرف إنه الصورة تمام، الصوت تمام، تع
تعليقات، ما حدا كتب، ما في شيء بيجي. فيا جماعة الخير اللي مفكر يجي سياحة على السويد، إن شاء الله يتواصل معنا. عندنا أصدقاء شوفرية تكاسي، اللي بحب يطلع تكاسي، اللي بحب يركب مواصلات، اللي بحب يمشي مشي، يعني عندنا جميع الوسائل. منخليك بدك بر جو أرض من جميعه. عندنا اللي بوديك في التاكسيات وين ما بدك. عندك مواصلات ما شاء الله، يعني صار عندي خبرة كبيرة فيها. بالإضافة للمشي عندي ما شاء الله، يعني صرنا 13 سنة تقريبا 12 سنة عايشين في ستوكهولم، يعني من ضيعك على الخفيف بس. يعني هاي هيك زي ما تقولوا كيف إعلان على الخفيف للي حاب. يعني أنا بعملها بدون ما يعني حدا إجا حدا ما إجا، بس بأيام العطل عندي بحب يعني شو في الواحد وراه دام قاعد ومعطل، يضلوا بدل ما يضلوا قاعد بالبيت، بحط له درس، بحط له فيديو، بحط له شغلة هو بتمشى صوتي وبسمع وبستمتع وبتفرج وبتأمل وبفهم أكتر. دام يضلوا قاعد من صوفة لصوفة ويتناقر مع المرة ويتناقر مع الأولاد، لا خلص بيكفي الفترة الصباحية بعد 12 واحدة، اطلع انطلق انطلق جريندايزر، انطلق في الطبيعة اللي ربنا أعطاك إياها ومنحك وصلت على البلد هاي، استمتع. غيرك بتمنى، غيرك بيحلم، انت وصلت. مو حلو وصلت وقاعد ببيتك، حاول اطلع ساعة ساعتين، يعني بالذات اللي عايشين في المدن هاي الجميلة والحلوة. شوف لها التصفيفة هاي، الصفة هاي. بالله عليكم بدي هسا اشوف التعليقات لانه مش شايف في مشكلة، لانه بدي حدا كمان يصور لنا كمان صورة من الصور هاي. يا ريت تشاركونا يا اخواننا بالصور هاي. ما بعرف التعليقات مش راد تتحرك. هلا بلشت تتحرك الكورونا ان شاء الله. والله الوضع عادي، الناس عايشة عادي طبيعي. في ناس خايفة، في ناس في بيوتها، في حالات بتزيد، في حالات كذا، بس اللي بتابع كتير كتير نفسيته بتتعب. فانا بنصح كاش تتابع كتير، خلص اخبار خمس دقائق وبكفي، ويعطيهم العافية وعيش حياتك وخلص. يعني ما تقرب على الناس كتير كتير، يعني خد بهالاجراءات وإن شاء الله ربنا ما بيصيبك بكل مرض. ودائما ندعي رب العالمين، نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والتزم بالأذكار وإن شاء الله ربنا بيحفظك. ربنا الحافظ، توكل على الله، خذ بالأسباب، نظف يديك باستمرار، طبعا مش باستمرار من طريقة وسواسية. يا أخي والله الواحد مش عارف، حابب يضل يحكي عن الورد، يعني هون الورد غير طبيعي. يعني كم نوع لحد الآن شفنا كم نوع. طبعا عندنا برضو صفحة الانستغرام، عندنا فوق 5000 منشور في صفحة الانستغرام، يعني تقريبا صرنا لفين معظم مدينة ستوكهولم. فعندنا منشورات كثيرة بكل منطقة تقريبا، نذكر عادة بحاول أذكر شو اسم المنطقة. يعني هلا بترجع للبث المباشر تلاقيني كاتب اسم المنطقة اللي أنا فيها، بس بتعرفوا العالم تتفرج على الفيديو فما بتركز. أنا عادة بكتب شو اسم المكان اللي بزوره. حلو حلو أبو إبراهيم، هاي حركة حلوة عجبتني حبيبي والله. السلام عليكم، كيف حالكم؟ تمام؟ فيكت لاند؟ نو سبيكر سويدش انجليش، هاو ار يو؟ جود افترنون، وير ار يو فرام؟ تيوبيا، ويلكم، اي ام فرام جوردان. جوردان ياس. Are you new here, a tourist, or live here? Yes, no Swedish. New arrival. Yes. Speak.
only 13 years. Only. It's not too much. Yeah, no problem. Okay, thank you, Habibi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. خلينا ننزل لتحت هلا نشوف شو في وضع. يعني بتتعرف على ناس وانت بتمشي، اللي بقول لك فيش علاقات، يعني بتحاول تتعرف، تحكي مع الناس اللي حواليك، تفتح باب من الابواب المغلقه. يعني في ناس سبحان الله خلص حكم على، يعني بتواصلوا معي بعض الخوات عن طريق الخاص، او في منهم بكتب بالتعليقات، بصير يقول لك انا بدي اجي عند خطيبي او بدي اجي عند جوزي، بس البلد اكتئاب، البلد منغلقة، الشعب مش اجتماعي، تمام؟ ففي ناس تنشر هاي الأفكار، أوكي، يعني هم الناس بس مش أنت. الفكرة إنه هم الناس، هم الناس اللي بيحكوا، هم اللي الأغلب هم اللي بيعانوا من هاي الفكرة. فأنت حاول بدلها، حاول عيش حياتك. هيني أنا طالع، أوكي فيش ناس اجتماعيين، هيني أنا بسلم على الناس وبحكي مع الناس وبمارس حياتي الطبيعية. فإذا احنا ضلينا ننشر فكرة سويد انعزالية وسويد اجتماعية وسويد من القصص هاي، اكتئاب. ها شايف الأخت رانيا اكتئاب. خلص اللي شوفوا المكتئبين جمعوا ليهم كلياتهم وأنا مسؤول عنهم. بدي أقولكوا بدي أعمل شو اسمه، بدي أعملهم، بدي أخلطهم مع المولينكس، أعملهم سموتي، أعملهم كوكتيل وخليهم سعداء. خلاص انا شغال في نظرية السعادة. هاي شنا ربرا فين تار يلار دو هار اوكي دو بور هار سكون او يتبرا هاي دو. فيا اخوان الكرام المكتئبين يسجلوا اسمائهم عندي، يبعثوا لي اسمائهم كلهم على الخاص. خلاص بنعملكم رحلة، بس تخلص الكورونا بنعملكم رحلة في باخرة الفيكينج لاين ولا السيرا لاين، ومنسميها رحلة السعادة. اوكي فينتر بومي، انا طول النهار بتمشى، انا طول النهار سواح، يعني انا موجود باي مكان، ممكن تلاقيني مرات باب بيتكم وانا ماشي. اذا انت عايش بسويد يعني ممكن في ناس بتلاقوا معي صدفة، اوه انت وكذا، ف يعني تستغربش، يمكن تلاقيني مار من حارتكم من باب الحارة. فجمعوا لي المكتئبين كلهم، خليهم يراسلوني على الخاص، نعملهم خلطة خاصة ونخليهم يرجعوا إن شاء الله سعداء بإذن الله. شوفوا لي الطاحونة هاي، اللي عنده طحينات عنده شغلات. بمالمو خلص بنجيكم عمالمو العاد، جمعونا المكتئبين جماعة مالمو ونيفالا وميفالا وهذيك المناطق هاي تبعت مالمو، جمعوا لي اياهم وباجيكم. خلص بصير بعمل جروبات السعادة. خلص ننغير المجال. او انتم بتيجوا على ستوكهولم عشان احنا بنعرف المكان هنا اكثر، احنا بنيجي عندكم انتم بتطششونا. والله هذا سؤالك، في ناس بتلبس وفي ناس مش لابسه، في ناس خلص شايف الموضوع لا يستحق، وفي ناس ما عندها كمامات، كل واحد شايف الموضوع بصوره مختلفه. يعني في ناس لابسه وفي ناس لا. بدنا ناخذكم على هاي طاحونة، شوفوا لي هذا الرجال يمكن عمره 60-70 سنة، طلع عليه صدق قرب لكم اياه. اهلا وسهلا فيك اختي الكريمة، حياك الله، فرصة سعيدة. شوف لي هذا يمكن عمره 70 سنة الرجال، طلع كيف الامل والحياة. لما يكون الانسان عنده اشي في الحياة يعمله تستمر حياته، لكن الانسان لما يكون في عقله شايف الحياة انتهت، فالحياة خلاص بتكون لا معنى لها. فلازم دائما تحط انت في يومياتك انه اليوم في اشي رح اعمله، اليوم في اشي رح اعمله مختلف عن امبارح،
اعمل تو دو ليست، نزل جوجل كيب، فلما يكون في اشي تعمله حياتك بتكون نوعا ما مختلفة، تخرج عن دائرة الروتين، عن الدائرة الآمنة، تشعر في متعة بالحياة. عطلت، استغل العطلة، استمتع فيها، كافئ نفسك، ما تنتظر الآخرين حتى يجوك يكافئوك. خلينا نرد نرجع على اليابسة خرجيكو الوضع. ان شاء الله عيدكم مبارك، خلاص قرب العيد ان شاء الله. شو ناويين تعملوا بالعيد؟ ها اليوم نشرت منشور لاخواننا اللي في مالمو، جماعه مالمو، في عندكم احتفالات، في عندكم شغلات في مالمو، اقراوا المنشور اللي نشرته للاخت ايه في جمعيه في عندكم في مالمو، في نشاطات عندكم مالمو. احنا لسه والله ما هذا، شوف لي هالبطه هاي سبحان الله كيف شايله اولادها، يا الله شوف لي، شوف لي هالبطه كيف، يا الله سبحانك يا رب، فالمنظر المذهل كيف، سبحان الله كم ولد كم بنت، يا الله يا كريم سبحانك يا ربي، كيف ماشيين ما حدا بوقع، توازن. هيك بالحياة لازم يكون عندك توازن، اللي عنده توازن بالحياة بالحاجات بالرغبات بعيش، اللي ما عنده توازن سلامة سلمك بوقع في هالحياة، اللي ما بتكيف بتروح عليه. شوف لي هالبطة يا الله سبحانك يا رب، الشعوب العربية تغيث بعض، مش تحكي على بعض، تغيث بعض ان شاء الله يا رب، هيك كل الشعوب العربية تغيث بعض وتحب بعض. والله يا ريت، والله كعك العيد بحبه كتير والله. انا هاي الشغلات الحلويات تسألش، معي دكتوراه فيها الحلويات، يعني كنا ايام ما كنا بالاردن ما شاء الله، يوم بقلاوه يوم قطايف يوم حلبه يوم هون، يا اخي والله ما انت مش عارف، في موجود بس مو زي البلاد، مو زي البلاد اللي عرفات واللي السهل الاخضر واللي الحبيبه واللي بدناش نفتح نفسكم هلا. ف وغير الام والواحد هيك تعمل ريحه الكعك بالبيت، والله شيء بجنن. مين عامل كعك؟ فرجونا خلينا نشوف مين هون عندنا عامل كعك، عندنا عامل اشي. هلا كله بسكوت، خلاص كله عامل هوا عامل اعتصام. شوف هالحجارة كيف سبحان الله. حبيبي علاوي بدنا نعمل كعك، والله يا ريت. انا هاي الشغلات بحبها بس ما بعرف اسويها. كنا نساعد هيك الواحد امهات ويقعد جنبها ويقعد يقلب هالمعمول ويدور هالكعكات. حبيبي أخوي سعيد أحمد، منطقة رائعة ومنظر رائع، الله ينور علينا وعليك يا رب. خلينا نفرجيكم هلا فوق هالساحة، هلا دخلنا على المدافع هون، خدكم فوق للمنطقة، بس مش عارف ناخدكم فوق ولا نلف اللفة. خلينا نكمل الطريق، والله من الواحد مو عارف، ما شاء الله طرق كتيرة ومداخل كتيرة، فالمنطقة كتير يعني، أقولكم لو بدي أقعد ألفلف في المنطقة والله بدي أكتر من ساعتين. أكثر من ساعتين، ساعتين قليل، بدي 4 ساعات هاي المنطقة يا. أو بدك يوم إذا بدك تمشي هيك وتتأمل، بدك يوم، هاي المنطقة بدها يوم. المخطط يجي على ستوكهولم وبدي يجي على المنطقة هاي، أنا بقول لك بدك تستمتع بدك يوم، وإذا بتحب تركب كمان سفن صغيرة وتروح هيك تتجول يعني بكون أحلى. في سفن مجانية بتكون على الكرت تبعت الكرت الشهري. نشوف هذيك المنطقة كمان لجوا، في شايف الناس تروح جوا، فوالله هاي المنطقة بدها يوم.
العالم هون. فبدنا كعك يا جماعة الخير، اسعفونا، كعك ومعمول أو قطايف. قطايف أكلنا الحمد لله، خير من الله. والله أكلنا كل شيء أكلنا، بس زي ما حكيت لكم تبع البيت غير شكل، تبع البيت الريحة تبعته غير شكل، حتى الخبز بالبيت غير شكل. هنشوف هاي المنطقة اللي فوق كيف، شو في هون بالناس، بلاقيهم بيطلعوا هون. ده شوف شو في، والله يا عمي ريحة المعمول بالبيت اشي خرافي. كان الواحد ليلة العيد احلى اشي بليلة العيد لما الحجة هيك تشغل الفرن ويبلش موضوع المعمول والريحة. اوه هدول هون عاملين صفت ومفت، شو هذا؟ والله الواحد ما عارف وين بده يروح، كله احلى من بعضه. ندخل لجوا، هاي عاملين هون ساملينج، يعني هاي عبد الله عثمان هاي كافيه، هاي كيكه الفيسبوك. شوف هناك في طريق ولا ما في طريق، هاي هاي هنا هاي. شو هالبساتين هاي، سبحان الله. كمان ثلاث ايام والله حلو. السباحة والله ما شفت حدا بيسبح هنا، ما بعرف اذا في مناطق تانية فيها سباحة، بس هون ما شفت. هاي هون شغلات هيك عصير ومعصير، هاي وردة كمان، هاي هون كاتبين لكم اسم المنطقة، هاي ستراند برومناد. احنا مكبرين الصورة خنصغر. ايوه ها كعك بس سمنة الغزال يا ويلي يا عمي، خلص انسونا من مواضيع الحلويات يا جماعة، لانه الواحد بلشت هسه تنزل بيهالته زي ما بيحكوا، فركزوا لنا في شغلات تانية. لسه ما افطرنا، بعد رمضان احكوا بالمواضيع هاي براحتكم. هاي الساعة كم صارت؟ 3:30. لا حلو الشجرة، سبحان الله كيف، وين ما تروح بتلاقي ناس، بتلاقي ورود، بتلاقي عالم قاعدة فوق تحت، يعني بتحتار وين تروح. شوف لي هالمروحة هون، بيوت قديمة أثرية، حواليك ناس سواح كلها جاي مستمتعة مبسوطة، يعني نادر ما تلاقي واحد هون مكشر. هو انت بتصير تبتسم اصلا يا اخوان الكرام. ليش بقول لكم تروحوا على الاماكن الحلوه؟ انت تلقائيا جسمك وعقلك بتبرمج مع الناس اللي حواليك، فاذا انت البيئه اللي حواليك دائما مكشره فانت راح تكشر، البيئه اللي حواليك دائما متوتر انت راح تتوتر، فحاول غير البيئه. والله قبل شوي تكلمنا، هلا بنشوف اذا بنلاقي حدا تاني. عادي معاملتهم كويسه مناح حسب، هاي بترجع ل، بس الاغلب يعني كويسين. هذا هون شو هون، اوبا بدها تسكر، وانا كنه عاملين زي البيوت هاي الزراعه. هدول ببيعوا كانوا عصير ومعصير هيك شغلات للاولاد صغار خفيفه، يعني بأسعار رمزية. هاي هنا ورد للي بده يشتري، زي هذا الورد اللي بحطوه هسا بنفرجيكم اياه. شوفي هذا الورد شو هو، هون الورد نفسه هسا بنفرجيكم هون. هون ببيعوا بيع اذا بده يشتري الواحد زي الورد اللي هناك. هاي هي هي شنها البرا من كيفينت، من كيفينت يا دم سيلير هار يا اترور مبارا سيلدان لا بيعطي لا بيعطي يا اترور كان شهار يا بوتيك كاسا. هاي هون ببيعوا، بدي اشتري ورد هون. هاي هون
نفس الورد هذا كأنه اللي مصفطينه هاي هون. هاي في هون بيوت زجاجية كمان. شو هون كمان؟ هاي حمامات. أهم شيء الحمامات يا جماعة. أهم شيء تبعد 2 متر. أهم شيء لما يكون معك أولاد تشوف وين في حمامات. هلا حبيبي أبو محمد سعد سعيد، شوفها شو شوفها. مش شايفين شو اللي مش شايفين؟ مش شايفين الحمامات ولا مش شايفين البيوت الزجاجية ولا شو؟ هاي البيوت الزجاجية. بس شوي خذ لنا نظرة هيك شوي عشان حدا، كان ممنوع حدا يدخل ولا شيء. دافية جوا. والله راح اصور لكم كل البلد، اخريتنا اتقابل انا والملك واصوره. قول انت من وين طلعت لي؟ كمان مكفيني الاعلاميين اللي هون. انا هذو قصة الاعلاميين بضلهم ورا الناس، ما بحب انا هاي العادة. هاي اللي بضلوا يتابعوا القصص والمشاهير والدواوين هاي. شوي مزعجة الشغلة، مزعجة والله. ما انت ما ركزت على الموضوع، فكرت انت بدك تشوف البيوت الزجاجية. اتوقع مجانا هون، بتوقعها مجانا. خلاص بس تيجي هون كل شيء تمام ان شاء الله، ما تقلق. بقولكم يعني الواحد بيكون ماشي تحت، بعدين بدخل جوا، بعدين برا، بعدين فالمكان كبير كتير، ضخم ضخم ضخم. بدك ساعات، بدك يوم 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 عشان تمشي. شوف هالشجرة، سبحانك يا رب، وعالم بتشوف وين ما تروح. والله ما شاء الله عليك انت محمد ابو طعيمة، شكلك قاصدني، شكلك بدك تخليني الليلة اروح على الدار واروح على المحل هذا اللي عندنا في المنطقة، اروح اشتري كنافة مباشرة. بس مشكلته تواصي، بدنا نوصي، مش الكنافة يعني الكتير كتير، يعني ماشي حالها بس مش زي تبعت البلاد. انت وين؟ بأي مدينة؟ بأي بلد؟ عامل كنافة بس وين انت؟ اهم شيء وين انت؟ انا خايف كنافة تطلع كنافة الفيسبوك او كنافة المواقع التواصل هاي على البعد، هاي ما بتفيدنا. بدنا كنافة حقيقية، احنا بدنا شيء حقيقي واقع، بدناش عالم افتراضي. في بير، شوفي هون والله في بير يا جماعة الخير. لا يكون في حدا واقع هون، شكله بير يا عمي.
الأردن عن جماعتنا بالوحدات يا حبيبي عليك حبيبي والله حياك الله حبيبي والله برد برد الهواء بارد وهي غيوم زي ما انتم شايفين طلع الغيوم يعني الجو متقلب الصبح كان في شمس هيك اليوم اليوم معظم اليوم هيك شمس على غيوم على مطر على ثلج يعني ما في الطقس غير ثابت خليها السيارة تمر بس أشهد فاحنا تعودنا يعني لابسين جاكيتات وماكيتات هاي عالم لابسه كمامات بدكم كمامات هاي كمامات نفرجيكم هون بكونوا كاتبين لكم اسماء المناطق والشغلات هاي تريد جوردز داجر هاي برينس ايجنز هون هيك حط على جوجل بتلاقيك وصلت هون لقيتني اللي حاب نتلاقى بس طبعا راح تيجي مش راح تلاقيني خلص هيك هسه نص ساعه زمان تيجي فتره العصريه نصلي العصر شوي منريح بنقرانا شوية قرآن بعدين نومي هيك ساعة زمن ساعتين زمن عشان واحد يقدر بالليل هيك شوي يصلي ويقرأ قرآن و... يعني بس الأفضل انه الواحد ينام قبل العصر حسب الترويحة شوف لها الشارع مع أحلاه هذا اللي هون بقولكو هون مدينة مدينة متكاملة ما في سيارات ولا اشي عبارة عن سواح ناس جاي تستمتع بالحياة يعني انت زي كأنك داخل مكان جنة كل الموجودين سواح مدينة كاملة يعني تتفرج عليها على المخطط بتلاقيها خريطة كاملة لها جو الحرارة 30 وفي الأردن 40 سمعت اليوم حكيت مع أخوي بالأردن 40 حتى سمعت كمان في حرائق في عجلون في الأردن بسبب ارتفاع درجة الحرارة احنا هيا غيوم ممكن تمطر هلا بأي وقت فرجولي على الغيوم سبحانك يا ربي هاي العالم ماشي احنا في مدينة ستوكهولم في حديقة يور جوردن ماشيين بين هالحقول وبين هالبحيرات البط والطيور والأشجار وجمال الطبيعة هذا شوارع العشاق هون تلاقيك على باب الشارع اذا انت مش عاشق ممنوع تدخل لازم تثبت انك عاشق عاشق لا بدك تحدد بدك تثبت لهم انك عاشق عاشق للحياة عاشق للعلم عاشق الى اخره المهم تكون عاشق سبحان الله العظيم ما هو إذا أنت ما حبيت نفسك في مش معنى حب النفس الأنانية أنت لما تحب نفسك بتمتعها بالحياة بس مش بتمتعها بالدخان والأرجيلة وال يعني لو مرة بالأسبوع ممكن ها ممكن يمشي الموضوع أما والله بقول لك واحد أنا بحب نفسي بدي أمتعها على الآخر بعطيها مخدرات وبعدين بتلاقيه لهمات بقول لك أنا بكثر ما بحب نفسي قتلت حالي مظبوط اخوي مظبوط والله حكالي اخوي الله يرحمه الله معين يا اخي والله الواحد مش عارف شو يحكي الله يفرج على الناس يفرج على اخواننا في الوطن مدينة ستوكهولم منطقة يور جوردن منطقة افخم منطقة للسواح في السويد في مدينة ستوكهولم قرب وسط العاصمة بس منطقة منعزلة بشكل كامل يعني تقدر تقول عبارة عن حديقة خاصة مصممينها للسواح وللرياضيين ولا بتاع كله مطاعم حدائق متاحف مدينة ألعاب ملاهي كله حديقة حيوان قريبة من هون سكانسن حلو النساء في المطبخ والرجال يتجولون
هنيالهم. لا والله يعني بنساعد، احنا بنساعد. هلا مين بطبخ؟ ما حدا بطبخ لسه، الساعة ما صارتش خمسة. بنساعد الحمد لله. أصلا النسوان نايمين ممكن. لسه لسه احنا ببلش ببلش الطبخ بعد السبعة، سبعة للتسعة وربع، ساعتين ساعتين وربع خلص نكون روحنا وارتحنا وصلينا العصر وكل شيء تمام. فالمساعدة يعني مش غلط، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يساعد زوجته، بل هذا يدل على نبل الأخلاق. بس لما تكون الشغلة بالفرض مو حلوة، الرجل ما بحب أسلوب الفرض والإجبار، هذا اللي صار نوعا ما يعني عند بعض النساء، مفهوم التحدي هذا خطأ. كل إشي بالحسنة، بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، كله بصير. أما والله غصبت عنك بدك تنظف الدار، غصبت عنك بدك تجلي. شوف هون عاملين مكان كمان خاص معزول، كافتيريات، مطاعم، أشياء كتيرة هي هون، في مكان خاص للمطعم وكافتيريا وكله. هاي كافيه هون اللي بحب يجي يشرب قهوة شغلات. مش أنا كاتب، كاتب بال ادخل على البث بس سكر البث أو تدخل بتلاقي مكتوب فوق المنطقة اسم المنطقة يور جوردن. هاي هون ها كمان، شوف هون إذا بدك بالضبط، هاي 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 احفظها عندك، صورها دخلها على جوجل بطلع عندك هون، ولا أنت واصل لعندي هون وتحول للفاتورة على حساب. أمزح معكم. لا بس هذا المكان اللي بيجي على السويد يعني ما إجا هون يعني يعني بكون راح عليه كتير شغلات، راح عليه كتير. الله يسعدك يا رب. لا لا عادي خذي راحتك، ما هو هيك ما احنا بنتبادل أطراف الحديث عادي. بس احنا تعرف عقل يعني احنا اللي تربينا عليه في وطننا العربي، بعض الرجال تفكيرهم شوي شوي خط واحد، يعني بتلاقيه ما في عنده مفاوضة، ما تعودت امه اصلا اللي هي ربته اللي هي ام، ما ربته على انه يدخل المطبخ، ربته على انه خواته يساعدوه ويقدموا له ويعملوا له. فلما يجي يتجوز تيجي تقول له مرته والله تعال يلا ساعدني، ايه يقول لك انا امي ما قالت لي ساعدني. يعني بعرف المطبخ من واجب المرأة وتنظيف البيت من واجب المرأة، أنا رجال بشغل برات البيت. ففي هيك كل واحد حسب. في نوع تاني ممكن عيلة تانية الأبو اتجوز أم وكانت هاي الأم ما بتعرف تطبخ، فهو قالها صفي على اليمين صفي على اليمين وأنا بعلمك الطبخ. فإجا بعدين تربوا هالأولاد والله طلعوا والله ماما بابا علمني. فالبنات أو الأولاد أو اللي تربوا والله أبونا بيعرف يطبخ، فأجت البنت هاي تجوزت بنت هذا الرجل اللي أبوها بيعرف يطبخ، فهي توقعت من زوجها إنه بيعرف يطبخ وبيعرف يكوي زي أبوها، فتفاجأت إنه لقت رجل ملوش دخل عامل سايلنت عامل أوف. إيه قالت شو طب هذا الرجل بيختلف عن أبوي، هذا نوع تاني هذا جاي من الفضاء. فكل حالة غير عن الحالة الأخرى، بس ما نعمم عشان هيك. بس المساعدة حلوة لأنه الواحد بيعمل للأسرة، احنا بنعمل للأسرة ككل، فالأسرة هي متكاملة، نظام متكامل، كل واحد فيها بيقدم بدون انه يعطي جميلة على الآخر. الله يسعدك حبيبي أخوي، تدلل أكرم. حكونا من أي بلد من أي مدينة بتتابعونا أخوان الكرام، وإن شاء الله هيك المنطقة يعني أنا والله كنت بتردد لأن جاي عليها هاي المنطقة، بس قلنا خلنا أعملكم جولة كمان، ممكن في ناس ما شافوا. ارجعوا للبث القديم، في أشياء كثيرة حلوة. أنا عملت زمان بث في المناطق هاي وتجولت في المناطق هاي، بس ممكن الناس بتحبش ترجع للقديم، تقول لك هسا بدي أرجع لمية فيديو وأقلب وأسوي. خلص احنا أولاد النهاردة. على رأي عبد الحليم النهاردة جاي تقول محل آهات، هاي العنوان يا معلم. ويلكومين ويلكم، يعني لسه لسه لجوا جوا اخر الدنيا. شوف كم